مساء الخير. مستمرين في حلقتنا عن أعظم العبادات الحج، وبشكل عام بنحاول دايما في مناقشتنا وطرحنا للأمور تكون عن فهم وتحليل بعمق للهدف من التشريع، فنخرج عن إطار إنها مجرد عبادات ومسائل فقهية بننفذها وبس لتحقيق الهدف والأثر منها. الحج من أعظم العبادات وكله رموز، مهما مهمة قوي إنها تكون واضحة ومعروف الهدف منها، سواء اللي بيحج أو اللي مش بيحج، فتوصل لنا المعاني والحكمة منها، ودي من أهم حكمة في العبادات. النهاردة هنتكلم عن مشهد عظيم وفديناه بذبح عظيم. ربنا فدى سيدنا إسماعيل بذبح عظيم، ومن ساعتها وكلنا بنضحي بالأضحية في العيد. كتير مننا بيذبح وبيضحي ومتخيل إن الحكمة بس إطعام الفقراء وبنقتدي بسنة سيدنا إبراهيم، لكن الموضوع مدلولاته أعمق من كده بكتير. الأضحية كانت فدو ربنا أنقذ بيه سيدنا إسماعيل، يبقى إيه الحكمة إنها بقت سنة وإحنا كمان بنضحي ليه؟ الإجابة باختصار لأن كلنا محتاجين فدو في حياتنا، ربنا ينقذنا بيه وينجدنا زي ما نجد سيدنا إسماعيل وأبو سيدنا إبراهيم من ابتلاء عظيم. الابتلاء اللي اتحط فيه سيدنا إبراهيم مش مجرد أنه ابتلى بشعور أنه هيفقد ابنه، ده أنه كمان ينفذ ده بنفسه استجابة لأمر الله. دي أصعب الابتلاءات على وجه الأرض، فقد الابن، فكمان ينفذه بنفسه ابتلاء عظيم جدا ربنا أنقذه منه بأنه بدله بذبح عظيم. ونفس الكلام لينا، كل ابتلاءاتك اللي ما تجيش حاجة جنب ابتلاء سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل، ربنا ممكن يفديك أنت كمان لو مشيت على نهجهم ودفعت الثمن. اللي هو إيه النهج ده؟ إنك تنزع من قلبك التعلق الغير موصول بالله. سيدنا إبراهيم متعلق بابنه تعلق فطري، لكن مجرد ما ربنا أمره سلم. خلق الإنسان من علق، من معانيها إن كده كده بفطرتنا هنتعلق، وهو ده اختبار الدنيا. لكن العبرة إن لازم يكون ليك مركزية في تعلقك هو ربنا، فلما تقوي ده جواك وتوصل إنك مستسلم تماما لأمر الله، مستسلم للمنع للنقص لكل شيء ظاهره مؤلم ليك، بس موافق وصابر لأنك واثق في ربنا وتدابيره، وقتها هترزق وهتستشعر بفكرة إن ربنا فداك بفدو بغض النظر إيه هو الفدو ده. فالأضحية هي رمز للمخرج من كل ابتلاء، لكن في حاجتين مهمين من سمات المخرج. أول حاجة إنك مش بتشترطه على ربنا عايزه إيه ومواصفاته إيه، المخرج ده يتلخص في شعور إن قلبك هيطمن ويهدى. الحاجة التانية إن المخرج ده هو مش حل سحري ربنا نجدك من اللي أنت فيه وهتتحول حياتك بعدها الجنة، لأ، أنت لسه في الدنيا، فهو مخرج من أهم أهدافه الأساسية إنه بيشكل منك أفضل نسخة ليك علشان تقدر تأدي رسالتك في الحياة بعد كده في إعمار الأرض والنفع للناس. علشان كده إحنا مش مأمورين نذبح أضحية وناكلها إحنا ونفرح إنها رمز للفدو والمخرج، ده جزء ليك والباقي كله بيكون لله، بتأكد فيه على دورك وهو نفع الناس والتأثير فيهم. فالمخرج اللي ربنا بينقذك وبيفديك بيه هو الخير لمنظومة متكاملة، مخرج يوصلك بالله وبرسالتك في الحياة. فالحلول والمخارج ما نختزلهاش في إنها مجرد نجاة ليك وبس، للمخارج معاني تانية خالص. ودي الخلاصة لما يكون تعلقنا مركزيته الله مع تسليم تام لأقداره، لازم هنرزق بالمخارج اللي هتوجد لك مهام جديدة واللي لازم فيها تأثير عام ونفع للناس حتى لو في محيطك البسيط. كل ده يطلعك عن مركزية نفسك وأهوائك، ودي من أساسيات معاني التلبية، لبيك اللهم لبيك. خلاصتها في الآية دي اللي ربنا وصف بيها سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل، فلما أسلم وتله للجبين. تمام التسليم والامتثال لأمر الله تعالى، مسلم روحك وحياتك بكل تفاصيلها وكل ما تملك لله.